ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، يعني كيف ترى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأذربيجان ودلالة توقيتها؟ مساء الخير لحضراتكم. هو طبعا تعتبر دي المحطة الثانية لفخامة الرئيس بعد زيارة الهند. بنشوف ان يعني لتحسين القدرات الاقتصادية دايما فخامة الرئيس بيطلع جميع دول العالم على القدرات الاقتصادية المصرية وقد ايه مصر بتحقق معدلات نمو وتنمية كبيرة في العديد من المشروعات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك. نعرف ان اذربيجان متفوقة، وطبعا هي من الدول يعني مشاركة ما بين قارة اسيا وقارة اوروبا، وطبعا ليها في باع كبير جدا في اكتشافات الغاز والبترول، فممكن يتم الاستفادة منها وتبادل الخبرات استفادة كبيرة على خلفية العلاقات الطيبة اللي بتميز العلاقات ما بين مصر وأذربيجان. وأيضا كمان هذا الأمر ما بين الرئيسين، واللي احنا شفنا ان فيه كان العديد من اللقاءات خلال السنوات الماضية، حجم التبادل فيه تنامي ما بين عام للآخر، والحمد لله ان فيه تقدم كبير جدا في العلاقات الدبلوماسية اللي تقدر تنعكس على العلاقات الاقتصادية، اللي النهاردة فخامة الرئيس هيعرض على أكبر مجتمع رجال أعمال في أذربيجان قد إيه فرص الاستثمار، قد إيه ممكن أن يكون في تحقيق لروابط اقتصادية أفضل خلال اكتشافهم لفرص التنمية داخل مصر. طب يا فندم، يعني الزيارة كما ذكرت ستشهد عقد لقاءات مكثفة لتعزيز التعاون بين البلدين، مجتمع رجال الأعمال وكبار رجال الدولة، ولكن ما هي أبرز المجالات التي سيكون لها حظ أوفر في تلك المناقشات؟ في اعتقادي طبعا خلينا نقول ان الروابط المشتركة في الأوضاع الاقتصادية دايما بتكون حوالين القطاعات ذات الأنشطة المشتركة زي البترول والغاز، وهم أذربيجان ليها باع في اكتشافات الغاز، وعندهم العديد من الشركات اللي هي من دول القوقاز اللي هي في هذا المحيط بتساند في اكتشافات الغاز، فممكن ان احنا نستفيد منهم استفادة كبيرة، وايضا ان هم يكونوا متعاونين معنا في تبادل احجام، يعني احجام التبادل التجاري خاصة في الهيدروجين الاخضر والطاقة الخضراء. خلينا نقول كمان ان مصر بتعرض على العالم، لان عندهم لديهم الشركات متعددة الجنسيات، فهيكون بالنسبة لنا انفتاح على العالم اكثر في زيادة من التنمية للبنية التحتية في مصر. السيد الرئيس دايما بيولي اهتمام كبير بالتسويق للاوضاع الاقتصادية المصرية، قد ايه مصر بتحقق تنمية، مصر منفتحة على العالم في الشأن الاقتصادي سواء شرقا او غربا، قد ايه يقدر يكون الجانب المستثمر يقدر يستفيد ويحقق من القدرات الاقتصاديه المصريه ارباح افضل من الخارج. هذا تصوري. طبعا احنا شفنا فخامه الرئيس لما كان في الهند كان في استقبال اسطوري لفخامه الرئيس وطبعا للدوله المصريه، وكثير من مجتمع رجال الاعمال رحبوا ان هم يكونوا موجودين في مصر. اغنياء العالم، اغنى رجل في العالم اللي هو الهندي تقابل مع فخامه الرئيس وعايزين الجزء من استثماراته. هذا الامر طرق الابواب ده هو اللي بيحقق لينا مزيد من الفرص الاستثماريه امام دول العالم. نعم دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.